مرحبا، يعطيكم العافية. طلعوا على هاي الأنينة قديش فيها مية أو قديش وزنها؟ 500 مل، يعني تقريبا نص كيلو. لو حملت هاي الأنينة 5 دقايق، إيش تتوقعوا؟ إيدي راح تتعب، راح أتعب شوي. لو حملت هاي الأنينة نص ساعة يمكن أتعب أكتر. لو حملت هاي الأنينة يوم كامل إيدي يمكن ما أطلع أحس فيها من الوجع والألم. هذا بثبت لكو إنه وزن الأنينة ما تغير، بس اللي تغير المدة اللي أنا حملت فيها الأنينة. ولو أخذنا هاي الأنينة والمي اللي فيها على إنها المشاكل اللي بنواجهها في الحياة، التعب اللي بنشوفه في الحياة، الاسترس اللي بنشوفه بالشغل، المشاكل العائلية، قديش احنا بنحملها في قلوبنا ومعانا دايما، هاي اللي بتسبب عنا المشاكل في المستقبل والديبريشن والانكزايتي والامور هاي. فلازم احنا دايما نتخلص من هاي الامور بطريقة ذكية. Let it go زي ما بيحكوا، خلي هاي الامور تروح، ما نسوي مشاكل لحالنا من لا شيء. خلي امورنا تمشي طبيعية. دائما حاول انك تطنش، في مثل بحكي يعني طنش تعش تنتعش، وهذه هذا شيء مهم في الحياة، لانه اذا انت بتعمل ستريس لحالك المشكلة او المصايب بتصير بصحتك وبحالك. وين بتتوقعوا اغلى مكان ممكن نعيش فيه؟ دبي، سنغافورة، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا؟ لا، أغلى مكان ممكن نعيش فيه عقلك. خلي الناس اللي موجودين في دماغك هم الناس اللي بيستاهلوا يعيشوا في دماغك، أما الناس اللي ما بيستاهلوا أو الناس اللي فعلا يعني تجاهلهم، خلص خلي الأمور تمشي وواتيفر شو صار معهم، شو بدهم يحكوا، شو بدهم يسووا، هاي أمور خليها تمشي، لأنه هذه ما راح تغير فيك، بس إذا ضليتك حاملها في مخك وفي قلبك راح تأثر عليك. فأيامكم كلها حلوة إن شاء الله، ونو ستريس بعد اليوم، وهاي البوتلز خلينا نشربها لأنه ماشيين طويلة اليوم. سلامات.